نعم لينا، يعني القصف الإسرائيلي تقريبا متوقف منذ أكثر من نصف ساعة على قطاع غزة. لم تنفذ أي ضربات جديدة على المدنيين أو على المنازل، لكن يمكننا أن نجمل آخر الغارات على القطاع. تم استهداف منزل في منطقة بيت حانون شمال القطاع، وكان هناك إصابات في هذا الاستهداف في صفوف أصحاب المنزل، إضافة إلى أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عدد من القذائف تجاه أراضي زراعية بالقرب من المدرسة الأمريكية أيضا شمال قطاع غزة. غرب المدينة تم استهداف منزل في مخيم الشاطئ للاجئين، وكان هناك أيضا عدد من الإصابات في هذا الاستهداف. وفي حي الصفطاوي شمال القطاع تم استهداف سيارة مدنية، ونتج عن هذا الاستهداف شهيدين، إضافة إلى استهداف سيارة أخرى في شمال قطاع غزة، تدمير منزل أيضا في منطقة بيت لاهيا شمال القطاع، وتدمير منزل آخر بواسطة الطيران، ومنزل بواسطة القذائف المدفعية. وسط قطاع غزة أيضا تم إطلاق عدد من القذائف تجاه الأراضي الزراعية في مخيم البريج ومخيم النصيرات جنوب القطاع. في خان يونس تم استهداف عدد من الأراضي الزراعية في تلك المناطق بعدد من قذائف عدد من قذائف المدفعية التي تطلق أيضا قنابل دخانية. هذا الدخان يصل إلى داخل بيوت المواطنين الذين بدأوا يشتكوا من الروائح الكريهة الناتجة عن هذه القنابل الدخانية، إضافة إلى أنهم يقولون أنهم يشتمون غازات وروائح غازات وصفتها وزارة الصحة بأنها غازات سامة. وشهدنا أنها سجلت في الأيام الماضية استشهاد 4 فلسطينيين جراء استنشاقهم بهذه الغازات، مما أدى إلى اختناقهم. وقالت إنها أخذت عينات من هؤلاء لفحصها لمعرفة طبيعة هذه الغازات وتأثيرها، ولكنها حتى اللحظة لم تفصح عن النتائج. مقابل ذلك ما زال إطلاق الرشقات الصاروخية أو الهجمات الصاروخية مستمرا بين الحين والآخر. قبل قليل قصفت كتائب القسام المستوطنات المحاذية بقذائف الهاون، إضافة إلى أيضا سرايا القدس وجهت ضربات صاروخية تجاه البلدات المحاذية للقطاع، ودوت صفارات الإنذار في سديروت وفي عسقلان. وقالت الفصائل إن استمرار إطلاق هذه الرشقات الصاروخية ردا على جرائم الاحتلال واستهدافه للمدنيين والبيوت الآمنة داخل قطاع غزة. لكن نلاحظ أن الفصائل الفلسطينية خففت من عدد الصواريخ التي تطلق نحو المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، ولم تعلن أيضا عن إطلاق رشقات أو هجمات صاروخية طويلة المدى. وهذا ربما يؤكد أننا نقترب من وقف إطلاق نار، وأن الفصائل الفلسطينية بذلك تريد أن تترك وتفسح المجال للوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار بينهم وبين الجانب الإسرائيلي. لا ندري هل إسرائيل يمكن فعليا أن تستجيب لمطالب الفصائل الفلسطينية، تحديدا حماس التي قالت إن مطالبها هذه المرة لا تتعلق برفع الحصار عن القطاع ولا تتعلق بتنفيذ مشاريع إنسانية للسكان المحاصرين في غزة، إنما متعلقة بالقدس فقط. هي تريد من إسرائيل التراجع عن الإجراءات التي تتخذ يعني بحق الشيخ جراح. لنعيد التفكير بهذه المطالب وهذه الشروط لفصائل المقاومة مقابل انتهاء هذا العمليات العسكرية. هل لك أن تعيدي التذكير بها نيفين؟ نعم لينا، هذه المطالب تتعلق بمطالبات بأن يتراجع الاحتلال الإسرائيلي عن كافة الإجراءات التي اتخذت بحق حي الشيخ جراح، وإيقاف تهجير الفلسطينيين من تلك المنطقة، إضافة إلى ضرورة الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال الهبة الأخيرة في القدس، وسحب الجنود من باحات المسجد الأقصى. هذه كانت هي مطالب حماس بشكل واضح، وقالت إنها خاضت هذه الجولة
من أجل تحقيق هذه المطالب. في المقابل بنيامين نتنياهو يقول أنه يريد وقف إطلاق نار فقط مقابل وقف إطلاق نار بشكل متزامن، ومن الواضح أنه لا يريد أن يكون هناك اتفاق به نقاط محددة أو يعمل على تطبيق هذه المطالب لحركة حماس. سنرى هل فعليا يمكن للوسطاء الضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق هذه المطالب، لأن حماس قالت بشكل واضح أنها لن توقف إطلاق الصواريخ قبل أن يتم تحقيق هذه المطالب التي خاضت هذه الجولة من أجلها. سنرى هل فعليا نتنياهو سيستجيب أم لا، أم هل سيعلن من جانبه فقط وقف لإطلاق النار من جانب واحد دون أن يكون هناك اتفاق. هذا الساعات القليلة المقبلة فقط هي من ستحدد المشهد على الأرض، هل فعليا سيتجه الطرفان لاتفاق بوقف إطلاق نار متزامن أم فقط نتنياهو سيعلن وقف إطلاق نار من جانب إسرائيل دون الاستجابة لمطالب الفصائل. في هذه الأثناء يعني بحسب ما ورد من آخر المعلومات عدد النازحين من منازلهم وصل إلى 120 ألفا بسبب استمرار القصف والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كيف يتعامل المواطنون أمام عمليات النزوح هذه؟ إلى أين يلجؤون؟ وهل المدارس التي يلجأ إليها المدنيون الغزيون مؤهلة لاستيعاب هذا العدد الكبير من النازحين؟ لنا 120 ألف نازح أعلنت عنهم الأونوروا والإعلام الحكومي أيضا بغزة، هذا رقم كبير جدا. هذه الآلاف نزحوا من مناطق شمال قطاع غزة، من منطقة بيت حانون، بيت لاهيا، العطاطرة، قرية أم النصر، وأيضا من شرق مدينة غزة من حي الشجاعية، ومن المناطق القريبة من الحدود أيضا في مناطق أخرى متفرقة من قطاع غزة. عدد تقريبا 57 ألف حسب إعلان وكالة الأونوروا أن هؤلاء الآن يتواجدون في مدارسها. هذه المدارس فتحتها الأونوروا وخصصتها كمراكز إيواء لهؤلاء النازحين، تقريبا 58 مدرسة خصصتها الأونوروا لهذا الغرض، وباقي الآلاف من السكان هم ذهبوا نحو بيوت الأقارب وبيوت الأصدقاء. بالنسبة لمن نزحوا نحو مدارس الأونوروا، هذه المدارس هي مخصصة التعليم، وهي يعني لا يمكن أن تكون ملاجئ أو مراكز إيواء، ولكنها فقط مكان للمبيت، وبالتالي يشتكي النازحون فيها أنه لا توجد دورات مياه كافية، هناك انقطاع في الماء في الكهرباء، ولا يوجد غذاء أو أغطية في تلك الأماكن.